تسجيلات الأكابر. الأكابر ريكورد. بس عندي سبع إخوان، قلت لأخوتك بشر واني أسد جوعان، قالت بيت الأهل متعلي البنيان، قلت عاني طار بسمة أصعد وين ما كان، قالت أبو يعربي ولكن بعد بس سكين، قلت لخلي الفشك في بيتكم دخان. فيش مزح عند النكشي، النكشي فيش مزح عندهم. أصايل حضروا لي حالكم يلا. راضي ولا مو راضي بودهود يا قاضي، يلا راضي ولا مو راضي ابن النكش يا قاضي، بقلبي شعل الجمرة لابو الفهد وكل العصرة، يا ابو الفهد الغالي لك تحية، يا ابو الفهد الغالي لك تحية، يا ابن النتش ان شاء الله تنول الحرية. ابو الفهد الغالي اكبر برقية، ابو الفهد الغالي اكبر برقية، ان شاء الله يا ربي بتنول الحرية. ولكل أسرانا يا شباب ويلي 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 كمان، أبو الفهد الغالي لك تحية، لأبو الفهد والله ألف تحية، لكل الأسرى تنوا للحرية. أصايل العسوية بن أبو بلال، أبو بلال، أبو حسين الغالي، بدنا تفتحوا لنا مجال لأصايل العيسوية يا شباب، إذا سمحتوا. إيه أنت السند يا أبونا ويا عقال الراس، أنت السند يا أبونا ويا عقال الراس، يلي وقفتك شيمة ما بين الناس، يلي وقفتك شيمة ما بين الناس. تحية من الأردن، زوج عمة العريس أبو رامي الهيموني وأبنائه لأحلى عروسين ما بتزوروا رود، أنا من الأردن الشقيق أخوتنا. ويلي 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 أبدعوا يا شباب، أعطونا كف لعريسنا.